يقول: عمي أخو والدي يعمل في السحر والكهنة، هل يجوز لي أن أزوره؟ لا تزره إلا على وجه النصيحة والإنكار. إذا يقبل منك، إذا يقبل منك النصيحة والإنكار أزره لأجل أن تنصحه وتنكر عليه، لعل الله أن يتوب عليه ويترك هذا الكفر وهذا الشرك والبلاء الخطير. فإن كان ما يقبل فاتركه، لأنه إذا كان يستعمل السحر فهو كافر ويجب البراءة منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. نعم. يقول: هل يبلغ عنه؟ نعم، يجب تبلغ عنه السلطة، تبلغ عنه الهيئة. إذا كان هنا في المملكة تبلغ عن مركز الهيئة لتتحرى عنه وتتثبت عنه وتجري معه ما يلزم.